سيبه يا ايده. حاسس امان؟ عشان يدخل لازم يدفع تأمين الأول. وأنا أجيب لك منين تأمين دلوقتي؟ فين مدير المستشفى؟ أنا بنت في قلبي نصار، فين مدير المستشفى؟ فين مدير المستشفى؟ أنا مش هسيبه خد عشان مفيش تأمين، روح قول لمدير المستشفى إن أنا بنت في قلبي نصار. يا أنسة، يا أنسة. بقول لك فين مدير المستشفى؟ يا فندم مدير المستشفى نفسه مش هيقدر يعمل لحضرتك حاجة. وأنا أعمل إيه دلوقتي؟ ممكن تاخدي الحالة لأي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي؟ انتوا ايه؟ ما عندكمش رحمة ولا انسانية؟ الراجل من الحي والموت تقولي ودي مستشفى حكومي دلوقتي؟ يا فندم انا مفيش في ايدي اي حاجة اقدر اعملها. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اتفضل. دول يسوا اكتر من 10,000 جنيه، يكفوا؟ ممكن بقى تلحقوا قبل ما يموت؟ كده ممكن. لا ما بعيطش، انا في المستشفى. ايه مستشفى ليه يا نجار؟ في ايه يا بنتي؟ يا بنتي بالسما ردي عليا. اتخانقوا؟ وانت مالك ومال زميلك؟ ورحتي النادي ليه؟ ميدو؟ مين ميدو؟ ابن مستر عبد الحميد مين؟ لو سمحت. ايوه يا فندم. انا عبد الحميد دراز والد الطالب اللي جه من النادي مضروب. هو في قسم الجراحه، جراحته الطوارئ يا فندم. طب طمني حالته كانت شكلها ايه؟ الحمد لله، ربنا يطمنك عليه. قسم الجراحه منين؟ فوق يا فندم. عبده. ايوه يا امان. الواد فين يا عبده؟ في الجراحه. والجراحه دي فين؟ فوق. ابني جرى له ايه يا عبده؟ ولا شعرفني يا امان، اما نطلع نشوف. اسال على اخوك يا محمد. انا مش فاهم يعني، مستشفى طويله عريضه زي دي ما فيهاش حد يقول لنا ابننا فين؟ مستر عبد الحميد. حضرتك عايز احمد؟ ايوه يا بنتي. انت شفتي؟ ايوه انا اللي جبته هنا. جبتيه هنا منين؟ من النادي يا طنط. انا نجار زميلته مش فاكراني. ابني فين؟ خدوه فين؟ راح فين؟ خدوه جوه. جوه فين؟ في العمليات. يا مسبتي العمليات. ماما ماما تعالي تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبار زميلك ايه؟ في العمليات يا ماما. هي بجد بقى؟ لا مش بجد، ده لعب عيال وقلة أدب. إيه الحكاية يا نجار؟ سبب الخناقة إيه؟ بتقول مفيش. صدق الله العظيم، ابني يدخل أوضة العمليات بين الحياة والموت. والسبب مفيش؟ تصوري حضرتك، بنتك بتقول مفيش. يا مستر عبد الحميد أنا قلت لحد. قلت إيه؟ قلت إن أحمد خالي مع شوية عيال عايزين يشربوا سجاير بالعافية، راحوا ضاربينه ورمينه في المية، ده كلام يخش العقل. معقولة يا نجار؟ لازم يكون في سبب. وأكيد تعرف حد منهم. يا مستر عبد الحميد ما أعرفهمش. ان شاء الله تطمنوا عليه.
الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه. يلا يا نجار. يلا فين يا ماما؟ هنستنى نعمل إيه؟ هستنى ميدو أطمن عليه. روحي يا بنتي مع والدتك. من فضلك يا ماما، لو حضرتك عايزة تروحي روحي أنت، أنا مش ماشية لما أطمن على ميدو. روحي مع والدتك وإحنا لما نعرف حاجة هنبلغك. مستر عبد الحميد لازم تعرف حاجة مهمة قوي، إن أنا لازم أطمن على ميدو زيكم بالظبط. ميدو في العمليات بسببي أنا. بسببك إزاي؟ طب مين اللي ضربوه؟ ليه مش عايزة تقولي؟ عشان ما أعرفهمش يا مستر. ولا رجب. أفتح الباب يا أشرف بيه. بص من عين الأول. حاضر. إيه الأخبار يا خال؟ في المستشفى. مات؟ مات إيه؟ ما تهدى بقى. الحالة يا خال. في العمليات يا أشرف. يبقى هيموت. يا ابني ما تهدى بقى. ما هو لو مات يا أشرف. هقول أنت اللي قتلته. أنا؟ أيوه، والبوليس هيصدقني. سامع؟ سامع يا خالد صاحبك؟ أنت أدخل واحد فينا، هنقول إنك زقيته في الحمام. أنا ماليش دعوة، أنا غلطت. صلح غلطتك بقى يا شفيق وفكر معانا. أفكر؟ أفكر إزاي؟ يعني شغل دماغك، شوف لو مات هنعمل إيه؟ مات تاني؟ بقول لو، أصلهم بيقولوا حالته خطيرة أوي. هو مين اللي مات يا بيه؟ يا عم امشي يا عم، مفيش حد مات. امشي خوري، هتخش جوه وياك تنطق باي كلمه من اللي انت سمعتها. ماشي. يا لهوي يا لهوي. ما هو لو مات هتبقى داهيه سودا. طب واحنا هنعرف انها داهيه سودا ازاي؟ يعني ايه؟ يعني هنعرف ان هو مات ولا لا ازاي؟ نروح المستشفى نسال. مين يروح المستشفى؟ احنا. انتوا تروحوا المستشفى، انما انا. انما ايه؟ هتروح معانا. انا لا. لا ليه؟ انا ماليش دعوه يا اشرف، انا ما كنتش بحب نجار. انت اول واحد رميته في الحمام، وانت اول واحد قلعت الحزام، وانت اللي هتروح بعربيتك. لا لوحدي. لا يا شفيق، هنروح كلنا، هنسال من هناك من بعيد لبعيد. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص بقى اهدى بقى، انا هتصرف زي ما سالت في النادي، هنسال في المستشفى. يلا بس بينا. يلا بس اوفر العربيه دي. بس ده علمكم بقى غلط اننا نيجي. اقول لكم يا جماعه. قول يا مفكر، قول يا اخويا. مش محتاجه تفكير، دي نجار جوه، زمانها بلغت علينا وقالت ان احنا اللي ضربناه. يا لهوي، يبقى رحنا في داهيه. يلا نرجع بالعربيه ونستنى نشوف اللي هيحصل. يلا. صدق الله العظيم. رايح فين يا عبدو؟ مش عارف رايح فين. دعاء زمانها رجعت. يا انا كنت ناسي، وهنا كمان تلاقيها رجعت من البلد من زمان ومعهاش مفتاح الشقه، هتلاقيها مقفوله. هتستنى دعاء، هي معاها مفتاح. هتستناها فين؟ انا هكلم البيت، لو كانت دعاء رجعت هترد. اكيد في تليفون في المستشفى دي. بس يا عبد الحميد استنى. اتفضلي يا مدام. شكرا. اتصلي بالبيت، خدي يا محمد اتصل بالبيت. تشكريني يعني. العفو. ايوه بابا، انتوا فين؟ احنا في المستشفى يا بنتي. لا اخوك احمد كان تعب شويه، ما احنا مستنيين لما يخرج. يخرج منين؟ احمد خرج يا عمال. خد يا محمد، طمن اختك. على بالك على بالك يا سلامتك يا عبي. طمنيني يا بنتي، حصل له ايه؟ الحمد لله، واحده واحده على ما يفوق، لازم يستريح. حالته ايه يا بنتي؟ ما تطمنينا. احمد ربنا عبد الجوجو سليم. عظم جمجمة سليم؟ أحمد رد علي يا حبيبي، سلامتك. رد علي يا أحمد، أنا ماما. أحمد إيه؟ لسه ما فاش؟ لسه. ألف سلام عليك يا أحمد، ألف سلام عليك. الحمد لله على سلامتك يا أحمد. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب.
الله أكبر. كان لازم نطمن يا بابا. احمد اخباره ايه يا مرات خالي؟ الحمد لله يا بنتي بقى كويس. هو ايه اللي حصل له ده اللي شوهه كده؟ بس بس يا بنتي سيبوه، هو محتاج يستريح لسه. هو هيبات هنا النهارده؟ الدكتور لما اشوفه هيحدد. انا هروح اشوف حسابات المستشفى. سلامتك يا احمد. الف سلام عليك. ان شاء الله انا وانت لا. سلمك يا حبيبي. 1300 جنيه؟ و75 قرش. ليه؟ ليه؟ يعني قصدي ان المبلغ كبير قوي، يعني عشان ايه؟ عشان عمليه في فروه راس ابن حضرتك، وعلاج واسعافات من اختناق الغرق، واشعاعات، وفتح اوضه العمليات دلوقتي طبعا، ودكتور تخدير، واتعب دكتور الجراحه. ايوه بس انا يعني شايف المبلغ كبير قوي الحقيقه، يعني انا كنت جاي متصور. متصور ايه؟ يا استاذ عبد الحميد ابن حضرتك كان جاي لنا بين الحياه والموت، احمد ربنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولاحظ ان دي مستشفى 5 نجوم. انا ملاحظ. طب ممكن اقابل سيد مدير المستشفى؟ مدير المستشفى دلوقتي؟ ما فيش قدامي غير كده يعني. خلاص ما فيش قدامك بقى غير ان ابنك يبات لبكره لحد ما يجي مدير المستشفى. يبات لبكره؟ بس خلي بال جنابك، الفاتوره كده هتعلى قوي كمان. لو سمحت يعني مين المسؤول دلوقتي اللي اقدر اكلمه في المستشفى؟ والله بقى ما فيش غير الدكتور الجراح اللي عمل لابنك الجراحه، اول ما يطلع ابقى كلمه. استاذ عبد الحميد من فضلك. نعم. من فضلك بقى شوف هتعمل ايه عشان تستلم الحاجه دي بعد ما تسدد قيمه الفاتوره. ايه الحاجات دي؟ دي سلسلة وإنسيال الآنسة اللي جابت ابن حضرتك، سابتهم عندي. الآنسة؟ آه. هي سابتهم كأتعاب؟ لا، عشان المقدم. ما هو لازم مقدم 1000 جنيه تحت الحساب عشان أي حد يدخل. يعني لو ما كانتش سابت الحاجات دي؟ ما كانش دخل. معقول؟ حضرتك تستلم الحاجة دي بعد ما تسدد قيمة الفاتورة. حاجتها عند الصراف، وهتشوفيها لما ناخدها منه. طب نفرض البنت دي ما كانتش مع احمد ابننا وما سابتش ذهبها في الخزنه، ما كانوش دخلوا اوضه العمليات وسابوه يموت في الشارع؟ هم دول ملائكه الرحمه اللي بيقولوا عليهم. البنت دي باينها بتحبه بصحيح يا حبته. هو ده اللي شغلك دلوقتي يا امال؟ احمد ابننا بقى مديون لها بحياته، واحنا كمان مديونين لها. مفيش حد جه من المستشفى. طلبت اكلم الدكتور بتاع العمليه ده. هتقول له ايه ولا هو في ايده ايه بس يعمله؟ وانا في ايدي ايه اعمله؟ بس لازم اكلم حد دلوقتي. وما فيش حد بيرحم بس يا ربي. بقول لك ايه؟ عارف اللي هتقوليه ما ينفعش. لو حبيتي تبيعي دهبك مش هلاقي محل فاتح دلوقتي. احنا نص الليل. بعد نص الليل. هنسيبهم بس في المستشفى. هتسيبيهم ازاي يا امال؟ زي ما نجار ساب الدهب يا عبده لحد بكره بس، لحد ما ندبر قرشين. ان شاء الله هنلاقي حل. بس الفاتوره مبالغ فيها. مزودينها قوي. ها الاخبار؟ الحمد لله يا بنتي. انا كنت طلبت اكلم الدكتور. الدكتور جاي حالا. يا بنتي عاوز اكلم الدكتور. مساء الخير. الدكتور وصل. مساء الخير. وحضرتك؟ انا ابو احمد. انا طلبت اكلمك بس الحقيقه انا كنت عاوز اقابل السيد مدير المستشفى عشان مساله الفاتوره والاتعاب. شوف ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش يعني ان انا عايز افاصل، لكن انا كمان بشكركم، المستشفى عملت الواجب اللي عليها، وعارف ان الاسعار عندكم غاليه، بس المساله بينقصها المنطق. فلو سمحت انا عاوز حد يكلمني بمنطق. مش عليا ليه؟ هو ممنوع الكلام عندكم ولا كمان ممنوع المناقشه في الاسعار؟ بصي لي كده ليه؟ بصراحه انا ما معيش ال 1300 جنيه و75 قرش. وبصراحه احنا مش لازمنا اي فلوس من حضرتك خالص. ازاي يعني؟ عشان احنا اللي مديونين لحضرتك مش العكس، احنا اللي علينا ليك وعلينا كتير كمان. مش فاهم، انتوا مديونين ليا؟ أنا مديون لحضرتك بكل حاجة كويسة وصلت لها. شوف بقى حضرتك تطلب كام. يا أستاذ عبد الحميد حضرتك علمتنا كتير قوي، وفضلك عليا أنا شخصيًا كبير جدًا. مش عارف حضرتك هتفتكرني ولا لأ، أنا كنت تلميذك في المدرسة الثانوي، علي شعبان تالتة خامس، يا رب تكون فاكرني. معلش يا دكتور، يعني العتب على السنين. أنا إن كنت هفتكر الموقف ده.
عمري ما هنساه ابدا. انا بقى عمري ما نسيت حضرتك. يا ما انت كريم يا رب. بقى معقول اللي عملت له العمليه ده يبقى ابن حضرتك؟ احمد ابني والمدام امال مراتي. وده محمد ابني في الثانويه العامه. ما شاء الله اهلا وسهلا. ودعاء بنتي في جامعه القاهره اداب ليسانس انجليزي السنه دي ان شاء الله. انت حضرتك اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. ودي اختك اكيد. لا دي هنا بنت عمتي لسه اولى اعلام. اهلا وسهلا فرصه سعيد. طيب ندخل بقى نطمن على المريض بتاعنا. اتفضل. اتفضل اتفضل. ها يا بطل ايه الاخبار؟ لا ده انت بسم الله ما شاء الله فوقت وقيت 100 100 اهو. دكتور ممكن احمد يروح معانا دلوقتي؟ والله يا استاذنا هو المفروض طبعا يقعد معانا كام يوم في المستشفى عشان يكون تحت الملاحظه. بس اللي هيحصل بقى ان احنا هنروحه وبرضه هيكون تحت الملاحظه. ازاي يعني؟ ده ابن حضرتك يعني لازم يكون تحت ملاحظتي انا الشخصيه. سلامتك يا بطل. يلا بقى شد حيلك وعايزين تبطل شقاوه. على فكره انا هفضل طول عمري مديون لك انت شخصيا والله وحتى الولاد اللي اتخانقت معاه ان انتوا قابلتوني باستاذنا بعد السنين دي كلها. يلا بقى شد حيلك عشان هوصلك انا بنفسي. كتر خيرك يا ابني. الحمد لله عندنا عربيه على قدنا. وانا كمان الحمد لله عندي عربيه على قدي. يعني سكتنا واحده ولا حضرتك بقى مش عايزني اعرف البيت؟ لا عيب ازاي تقول كده انت تشرفنا. طب بس يعني بالنسبه للاتعاب وحساب المستشفى يا استاذنا يبقى اخصمهم اللي علينا. انا هتصرف مع المستشفى يعني هنديهم حاجه رمزيه كده. وطبعا بالنسبه للاتعاب انا فاتعابي وصلتني من زمان. ربنا يبارك لك يا ابني.